صلات كان داعم لعرض طلعة يلي قدموا اليوم صبايا من مخيم برج البراجن ومن مدينة سور لأول مرة على مسرح سينما ريفولي، وكمان كان في دعم لورشة العمل المسرحية. احنا كتير سعداء انه في فضاءات ثقافية مثل سينما ريفولي عم ترجع تظهر للحياة، كتير مهم للمدن اللبنانية وكل المناطق اللبنانية، يعني مش بس مدينة بيروت، انه يكون فيها هالزخم الفني الثقافي. وان شاء الله يعني من خلال مؤسسة القطان ومن خلال جهود الجماعية بهالبلد اللبنانية وفلسطينية وسورية وغيرها يضل في احياء لهاي المناسبات الحلوة.